سؤال عن استعمال السبحة لإعانة المسبح في إيش؟ لإعانة المسبح في ضبط العدد. نعم. لأنه كثرة في السنة في الأوراد في ضبط الأوراد. نعم. فبعض الناس يرى أن ضبط العدد يصعب عليه خاصة الكبار. فهل لهم في استعماله؟ استعمال السبحة في التسبيح لا بأس به. لكنه في الأصابع أفضل، كما أخبر في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين قال اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. والإنسان إذا تعود شيئا اعتاد عليه. الذين لم يكونوا يعرفون السبحة أو لا، الذين كانوا لا يعرفون التسبيح بالسبحة لا يهمهم أن يحصل العدد ولو كان ألفا. والذين اعتادوا أن يحصل العدد بالسبحة هم الذين يضيعون إذا لم يستعملوها. فالمسألة على العادة. وإذا كان الأفضل أن يحسب الإنسان العدد بأصابعه فالأفضل أن يعود نفسه على ذلك، وإن كان قد يشق عليه في أول أمر لكن في النهاية سيكون أمرا سهلا. هذا إذا تجرد استعمال المسبحة عن الرياء، لأن بعض الناس يتخذ لذلك رياء ليقال هذا رجل كثير التسبيح، أو يتخذ سبحة معينة يستدل بها على أن هذا الرجل شيخ وأنه من العارفين بالله، كما يوجد عند بعض الصوفية. تجد الإنسان عنده سبحة من رقبته إلى عانته، كأنما يقول للناس يا أيها الناس انظروا إلى عدد التسبيح الذي أسبحه، أو يدعو الناس إلى أن يكرموه ويتخذوه وليا. هذا لا شك أنه إذا اقترن بها شيء يجعلها محرمة صارت محرمة. لكن مجرد العدد وأن الإنسان إذا انتهى منها أدخلها في جيبه، نقول الأفضل أن تعقد بالأنامل. نعم.